بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لتر جديد حرف الاس بطريقة 3D، ونبدأ مع بعض كده. بسم الله. ونبدأ نعمل الخطوط اللي هي بتاعت 3D عشان نعمل المرسم. نعمل خط هنا، والخط يكون موازي للخط التاني. اوكي، هنا خط، هنا وهنا خط، يكون موازي ده. امشي كده. اوكي، هنا كمان خط. اوكي، تمام. كل دي خطوط محورية لسه، بعمل تخطيط أنا للشكل أو للحرف. ونبدأ نعمل بقى مرحلة التظليل.